بسم الله الرحمن الرحيم. شكر لكل أم وكل أب ولسيادة الرئيس على التكريم العظيم ده. أنا والدة الشهيد البطل أحمد سمير الشحات. ابني من فترة بسيطة زارني في المنى وقال لي: يا أمي أنا هبعت لك هدية عيد الأم وحاجة في التلفزيون. أنا مش فهمتها وقتها. لما اتصلوا عليا السادة الكرام وقالوا لي إن ليا تكريم في يوم الشهيد، فأنا النهاردة بحيي كل أم شهيد وأقول لها كل سنة وأنت طيبة. وأنا على يقين إن ابني شايفني وبقول له: يا حبيبي يا نور عيني، هديتك وصلت وأحلى هدية قدمتها لي، وعمري ما يتهدي ليا هدية زي دي. شكراً لسيادتكم. دي الجنة يا أما أحلى من الدنيا وما فيها.